نزهة الرقراقي خضعت لعملية جميل بحق البوتوكس، والممثلة منى فتو تخطف الأنظار في آخر ظهور لها. المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر لايك وفعل جرس ليصلكم كل جديد. خطفت الفنانة المغربية نزهة الرقراقي الأنظار في آخر ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة عصرية وشبابية. وظهرت نزهة الرقراقي أكثر شبابا وأصغر سنا، حيث اعتمدت على اللوك المختلف ومكياج ناعم أبرز ملامح وجهها. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على شكل نزهة الرقراقي خالتي نزهة زينت، هذا وقد أثار جمال والدة نجم البوب المغربي العالمي سعد المجرد تساؤلات حول خضوعها لعملية جميل أو فقط قامت بحق البوتوكس. وخطفت الممثلة منى فتو الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر ظهور لها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنى فتو أطلت فيها ببدلة سوداء وبدت فيها بكامل أناقتها. وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بإطلالة منى فتو الشبابية، وجاء في أحد التعليقات شحال صغارت جمعها الضعف. ويذكر أن آخر عمل للممثلة منى فتو كان دور بطولة في سلسلة بنات العساس إلى جانب الممثلة دنيا بوتازوت. المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر لايك وفعل جرس ليصلكم كل جديد.